باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية الكلمة للسيدة النائبة توريا سقلي. سيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدات والسادة النواب، بخصوص مناقشة مشروع القانون المتعلق بتفويت المنشأة العامة للطاقة الكهربائية بتهد دارت وفندق المامونية بمراكش، إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية نعتبر أن حان الوقت أن نطرح بعض الأسئلة الجوهرية في هذه التدابير المتكررة للدولة، وسأطرح منها ثلاثة. أولاً، ما هو الرصيد؟ وهل هناك أي تقييم لعمليات تفويت العشرات المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي للدولة المغربية منذ 25 سنة؟ والتي أدخلت على الخزينة الدولة أكثر من 100 مليار درهم. يبقى تساؤلنا عن دراسة الأثر وتقييم المنتجات، أو أن الخوصصة تعتبر بمثابة الإجراء الإسعافي التقليدي لتعزيز الموارد المالية للدولة لتغطية المديونية أو غير ذلك، أو أن تساهم حقيقة في الاستثمار من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ومن أجل التنمية البشرية بالتأثير الناجع على القطاعات الاجتماعية المنتجة لموارد بشرية متمكنة مؤهلة للمساهمة في نمو البلاد. هنا نتساءل عن الأثر على المدى القريب والبعيد في تسليم الملك العام إلى الخواص. السؤال الثاني هو ما هي الإجراءات التي تضمن الحكامة الجيدة والتدبير الديمقراطي لعمليات الخوصصة؟ مما يفرض علينا تعزيز المنافسة الشريفة بدل تفويت الاحتكارات دون تحقيق المزيد من الشفافية والفعالية في الإنجاز في الإنتاج. ثالثاً، وهو سؤال ثالث، هو متعلق بدور الدولة في عملية الخوصصة وإمكانيات مواكبة مصير هذه المؤسسات المفوتة. كيف ستكون الحماية من مشاكل الصادمة المرتبطة بهذه الخوصصة مثل ما تعيشه شركة لاسامير أو شركة إيكوز على سبيل المثال، وهو ما يجعل قلقنا في المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية بخصوص مصير الآلاف من العمال والموظفين الذين أصبحوا فائضين ومشردين. فدور الدولة في تنظيم والاستثمار والخوصصة هو جد مهم بالنسبة لنا، وهو من ركائز النموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه جميعاً، بالإضافة إلى دور قطاع عام كفاعل تنموي ومساهم في تطوير النسيج الاقتصادي المنتج. وفي الأخير، رغم تصويتنا بالإيجاب على هذا المشروع، إن ما حققناه من نجاح مالي كبير يبقى تأثيره ناجعاً شريطة أن نضمن تأمين مستقبل هذه المؤسسات العمومية المخصصة وضمان مستقبل العمال وحقوقهم للتنمية مستمرة لهذه المؤسسات المغربية. وشكراً.
شكرا للسيدة النائبة.